انتي شو بهمك الموضوع؟ ليش عم تسألي؟ يعني انه مش عارف كثير نحكي معك على الموبايل. يعني انتي اكل همي هيك. صحيح. كيفو مياس؟ منيح بيسلم. والله منيح اللي صابر عليكي. وليش حبيبتي؟ ليكون بيحبني اكثر ما احبه مثلا. لا ما قصدت شيء انا، بس يعني بيقعد بينطرك من يوم ليوم ليشوفك او يحكي معك. والله انا حمودة اذا ما حكيت معه باليوم مرتين وثلاثة بيحرق. يا ستي وانا كمان مجد نفس الشيء، لك كل دقيقة بيشتاق لي وبده يحكي معي. يعني عن جد اخر شيء صرت احس حالي عايشة معه. تتهنوا انتو التنتين بالواتساب والفيسبوك والسكايب منيح؟ اصلا انا ومياس ما لنا بحاجة كل هذا الحكي، لانه قريبا رح نعيش مع بعض. كيف يعني قريبا؟ يعني حنتجوز. ليش عم تضحكي انت وياها؟ لك حبيبتي هذا كيف بده يتزوجك؟ اذا لسه بكالوريا ما خلص ولسه قدامه جيش وقدامه جامعه وقدامه 100 قصه. ولو وانت لسه بدك سنتين لتخلصي بكالوريا، ولا نسيتي؟ لا ما نسيت، بس نحن قررنا انه ناخذ البكالوريا وبعدين نطلع نكفي جامعه عند ابوه بالامارات ونعيش مع بعض كل العمر. يعني اهلك رضيوا؟ وليش حتى ما يرضوا؟ يعني بس لانه هن اللي نشلوكم من الفقر. لا حبيبتي، بعدين انا اهلي ما بيبيعوني بالمصاري. وكيف بقى؟ ما هي باعوا اخوك قيس وحرموه يكمل جامعته، مع من انه كان عم يدرس صيدله بس مشان يجيب لكم مصاري. انا برايي انه حاجه حكي فاضي وصار لازم نطلع على الدرس. كل هذا الحكي من غيرتكم وحسدكم، لانه اللي معكم عم يضحكوا عليكم. وتفضلي تفضلي مشروب. بالناقص صايره ثقيله ما عم تلقى مزه. حبيبي اليوم اكيد قيس رح يتصل. والله شو عرفك؟ لانه بابا رح يقبض للموظفين رواتبهم. ان شاء الله الله يسمع منك. انت ليه مزعوجه؟ مالي مزعوجه. والله شبك. والله ولا شيء. والله شبك قليل. اشتقت لقيس، اشتقت لبابا كثير. الله يرحمه. حبيبي ما تقبلنا يا هم وغم هلا. خليكي مبسوطة، إيه؟ معي أنا خليكي مبسوطة على طول. مياس؟ عيون مياس. أنت ساعدته لقيس حتى يشتغل مشان حبك؟ طبعاً لا، شبك؟ ساعدته أنا لأني بحبك. بتعرفي أهلي قد إيه بحبوكم. بس يعني أكيد مو مشان تحبيني، مو مشان أجبرك تحبيني. بس السؤال يا ترى، أنت حبيتيني لأني ساعدته لقيس؟ لا طبعاً. أنت بتعرف إني أنا بحبك من قبل. حتى إذا بدك رأيي الحقيقي بالموضوع، أنا بشوف إنه بقدر هاي المساعدة ما فادتنا لأنه بحاجتها، بقدر ما هي ظلم لقيس لأنه حرمته من طموحه ومن مستقبله. يا حبيبي بكره بيرجع بيكون مجمع مصاري، بسجل بجامعة خاصة أو تعليم مفتوح وبيكمل دراسته. إن شاء الله بتمنى. إن شاء الله. خليني أوصلك على البيت. لا حبيبي لا، خليني أروح لحالي. ما بعرف، خايفة حدا يشوفنا. كل مرة بوصلك ما حدا بشوفنا. ايه بس اليوم كثير ناقزني قلبي، خلص خليني اروح لحالي اليوم. باي. ليكي بحبك. شو؟ صباح الخير. صباح النور. آسف إني وقفتك بالطريق، بس نحن عم يصدف إنه تقريباً الصباح عم نلتقى مع بعض ونحن وراجعين عم نلتقى، فبس حبيت أتعرف عليك. أنا اسمي حازم الصالح، محامي ومستأجر جديد عندكم. أهلا وسهلا، شرفنا. أنا اسمي الشمس جودت، طالبة 11 علمي، يتيمة الأب، عايشة مع أمي وأختي. جارتكم هون. بتعرفي أنت كثير أحلى وقت بالضحك. شكرا عمو. شكرا شمس.
إذا احتجتي أي شيء اعتبريني مثل أبوك. أكيد، شكراً.